نازل. بص خلينا اتفق طبعا ان عبد الله لو كان جاي من الاهلي والنهارده او ماتش مع الزمالك الامور تختلف تماما. الاربع خمس سنين بتوع بيراميدز خلت الامور تهدى عليه جماهيريا بالنسبه لجماهير الاهلي، يعني مش زي اول ماتش معاه في بيراميدز قدام الاهلي. فهو طبعا الامور اهدى النهارده، يعني مش هيبقى فيه غضب من جماهير الاهلي عليه. فالامور دي بالنسبه له هو، وحتى يعني يمكن انا دايما بقول على عبد الله هو يمكن من اكتر اللعيبه اللي عندها عقليه قويه جدا في مصر. دايما بنتكلم على صلاح انه منتاليتي مختلفه وهو لوحده في حته في اوروبا، بس المصريين هنا كلوكال بلاي يعني في الحته بتاعتنا هو عبد الله الكينج. ما شاء الله دي رابع كلمه اسمها انجليزي النهارده. بحاول اتعلم منك. ده كان في ايطالي من شويه في الفواصل، جاب نتيجه زي الفل يعني. ما شاء الله اللعيبه المحليه في مصر هنا هو عبد الله الكينج بتاعهم في المنتاليتي، في قوه الشخصيه، في قوه العقليه، في الالتزام، في التركيز في شغله. من اللعيبه القليل، كان زمان هتلاقي لعيبه كتير كده، يعني مثلا حسام من اللعيبه كان كده، ميدو وانا ومتعب يعني تماريننا وحاجتنا بنطلع من المود شويه، لكن لا انا كنت بتمرن كويس. انت هاي لكن دلوقتي في الجيل ده مش هتلاقي لعيبه كتير عندها العقليه دي، تقدر انها تقدر تفصل دايما، انها تركز لمده طويله، مش انك تلعب او تجيب موسم او اتنين انت كويس فبعد كده بتنزل، لا على طول محافظ على نفسك، محافظ على شغلك، محافظ على انك دايما تزيد. انت بتتكلم على 38 سنه عبد الله دلوقتي، بينتقل لنادي الزمالك وهو عنده 38 سنه. مظبوط.